أهل العلوم تسابقوا نحو العلا، يا فوز من قرأ القرآن ورتلا. فالنور يسري في رحاب قلوبهم، ولهم مع الآيات وعدا منزلا. اقرأ ورتل نحو آخر آية، فجنان عدن قد أعدت منزلا. يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن حياك الحياة. الصدر بالنور امتلا. اقرأ ورتل نحو آخر آية، فجنان عدن قد أعدت منزلا. يا حافظ القرآن حياك الحياة، واهنأ فإن الصدر بالنور امتلا. واحفظ كنوز الوحي دوما، إنما أغلى الكنوز أمانة وتحملا. هذا الكتاب هداية وشفاعة في ديننا وحياتنا يا من تلا، في ديننا وحياتنا يا من تلا. اقرأ ورتل نحو آخر آية، فجنان عدن قد أعدت منزلا. يا حافظ القرآن حياك الحياة، واهنأ فإن الصدر بالنور امتلا. مدارس الرواد بالسعد هنئي، فبنو كسار دهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا. ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود، وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. صدق الله الكريم. صدق الله الكريم. أدعو ما سيني هاي أرضي غاسي حسين وكلمة داس آيات كاس القرآن كينا وفوري برنامج كينا. إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك هاو سارو إنك نقوم فعو مضان يالي مروويين برنامجكو ينوسي سعون دونا وان ينوفرين هاي قيبك لدوان بإن شاء الله تعالى كاكا ونان دونا برنامجكو
maanta waa maalintii ardayda oo waxa weeye dadaal laakiin fadhiga aan maanta fadhino fadhi la mid ah ama ku dhow ama wax ku soo dhow oo lagu soo rayn kara ma jiro waxaa yaray kitaabkii ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ayaan ku fadhinaa sharafintiisa nabiguna wuxuu leeyahay sallallahu calayhi wasallam ان لله ملائكه صياحين في الارض يلتمسون حلق ذكر فاذا وجدوها حفوا وتنادوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وحول الهي لها ملائكه دول كاسي وريغيا وحين رادينيا بيلها ذكر الهي لو هي سبحانه وتعالى مركاسا وي سو ياريا وي هريرين هيا مركاسا سو يارانيا دنتيني وان هلي سو كالاي ايليه مركاسا سو ايمانيان الهي سبحانه وتعالى وريسنا يا ملائكته اسو اوغ مركاسا وحول الهي سبحانه وتعالى حق ديغا تيمادين waxay leeyihiin malaa'igtaasi ilaahu adoma adomadaada kamida ayaanu ka nibinay markaas ilaahu wuxuu leeyahay subhaanahu wa ta'aala waxay weydiisanayeen waxay leeyihiin malaa'igtaasi jannay ilaahay oo dadkaas weydiisanayeen markaas ilaahu wuxuu ku leeyahay subhaanahu wa ta'aala wa harawha oo jannada miyey arkeen markaas waxay leeyihiin malaa'igtu ma aynan arag waa looga sheekeyay markaas ilaahu wuxuu leeyahay subhaanahu wa ta'aala waan siiyay jannadayda إلهي جنادي سهاي نصيه سبحانه وتعالى محي إيقام مغقل ينبوليه إلهي سبحانه وتعالى سيدا أوكاله مركاسا ملائك تاسي وحي ليه إلهي ونار نغا بدبادي بإلهي مركاسا وحولي إلهي سبحانه وتعالى وهار رأوها ونار تمية أركا مركاسا وحي ليه الملائك تما أين أرك والوغ الشيكي مركاسا إلهي وحولي سبحانه وتعالى نارها وكبد بادي إلهي نارها ينغا بدبادي سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى مانتا ومارين أذ فرحة بدن وجيدا نورا يا كرامك إلهي سبحانه وتعالى شرفنا يا أيان لا فرحينا وإلهي سبحانه وتعالى نحريس سود جيسة أيين نمارة الكلا قي بقادر هنا إن شاء الله تعالى قرآن كفضل جيسة إيه وحويا نادي لقشة كي ما تورن لقبرشة كين كرو لما نصر أما ينكرو إيه وح كم بده أعطينه كقادرنا نبي وحول الله صلى الله عليه وسلم حديث عثمان ورنا يوم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وحائذكم خير بدن دضو أدونك دشيس أنت جوكت وحائذكم خير بدن روح أنت القرآن كبرتو أدنا القرآن كسي برايا حديث كلا وحول النبي صلى الله عليه وسلم روح معنا اقرأ القرآن كبرده الروح القرآن كأغني أو أغني سأل أدونك وأغني جرتين اقرأ وارقى كما ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها أيها النبي صلى الله عليه وسلم روح وحال به قرآن كترتيل وحويا درجات ككفر درجة معنى آيات كستا وحيكون نقرأ إساء جرنجر لو كريو درجات كمعنى آخر جنة مركزا وحال به أدون كساء ترتيل جرت قرآن كترتيل أو كلا نقدك waxay noqonaysaa darajadaadu meesha ugu dambeysa ee ku joojisa ayay noqonaysaa marka sa waxa la rabaa inaad quraanka adduunka intaad joogto aad tartiiriso inaad ku raaxaysato qalbigaagu inuu ku dago ilaahay ba subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay wax aan quraanka ahayn iyo dhikriga ilaahay oo ma aragta qalbiga uu ku xasilo uu ku qaboobo ma jiro ala bi dhikrillaahi tatma'innu alquluub qalbigu wuxuu ku xasilaa uu ku dega waa dhikriga ilaahay subxaanahu wa ta'aala وقرآنك وحكست الدنيا ذا القصي قلبك وما قبوا بيه لكن إله سبحانه وتعالى هذا القرآن كقصي حويا الدنيا أنت هذا الآخر أنت هذا أنت جن أي الدنيا الجنة كجلسة روح أنت القرآن برته أن الدنيا الجنة كجل حويا ما رأتي آخرنا كما جلية حيا لي الدنيا وحال الربائن الروح هلا إدمنان يدجناشه سو إله إله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب وكتاب أن سود الجني أو سود الجني إنه الروح قلبي يسوء كدقه حويا أكو حصيره مركز سوى حاله ليا حويا إدمنان القلب إنت أدونك جوت آخرنا إله سبحانه وتعالى حكا إلى الله يا ماريس والنبي أوليه صلى الله عليه وسلم قلب القرآن كجره إله مع ذلك سبحانه وتعالى عذابت مطابة قلب القرآن كجره لكن وحول الشروط الروح وإنه عمل فلك يسأل لي ما ضو حاران توائنه كقف قارئ يو قرآن كهدد برتد لكن أذن كعمل فرد أيضا وعذبات
وحوي نور شيخ النبي صلى الله عليه وسلم صدح روح وأدون كان يقول شرف بدي إلى مودي هذا روح حوي عن ضدك وقوي أيام در آخر مركز تجا وحوي النبي صلى الله عليه وسلم والروح صدق هذا بحنا مركز لكن صدق هذا بحنجري أمور بحنجرين آخر إنه وح كجها لا إلهي درت أمور بحنجرين ضدك إنه ما جعك جها لا أي أهل هذين جري مركز وحال لا آخر الله يرى يا مركز الله محد أدونك سواق بطل مركز وحوله إله يوم أدونك أنت الجوعي وحام بحنجر الصدقات إله يوم درت أبا رب حنجر مركز إله وحوله سبحانه وتعالى برالا طاي أنا جاك قلب جان أجله القرآن معنا وما ذا بحنجر الصدق الله إله درت يوجي سما ذا بحنجر مركز وحاله النار توجي ذا وجي وجي بالوجن يا إله إنك بتباديه بذك الله بعض حلية النبي صلى الله عليه وسلم والروح مجاهدة والجهادة إلهي درتي أمور الجهادة لموذي ظاهر لكن إلهي درتي أمور الجهادة لذا وحو الجهادة يهلقوا لهذا القيس باطها انت أدونك هذه القوية لي حوله مركا مركي الله يرى إلهي ودرتها ورسول انت مركا سوى حالة لي كذبت بيرالاتها ولكن وحاد الله معرى وحاد الجهادة يسي إلهي لهذا ومجاهد ومركا انتنا أدونك والقوية لي مركز النار تلو جيدايا حاكى روشا النبي صلى الله عليه وسلم كصدحات حول النبي صلى الله عليه وسلم والروح قران كبرتي وحفظ القران لكن ربنا اله درتي سبحانه وتعالى مركز والله يريا وحال الله يا محاط سوق قبطي الدمكي مركز وحوله اله وقران كما سوى حفظي اله وقران كما دل اله وسوى حفظي مركز اله وحوله سبحانه وتعالى القران كوالحفظي waxaad rabtiinay magac buu ahaa in lagu yiraado qaari weeyaan in lagu yiraado xawayaan magacaad ku heshay adduunka intiina adduunka waa lagu yiri maanta aakharo wax ku yaala ma jiro ila naar mooye marka dadkaasi waa dad adduunka la moodayo daahirka inay qurux badan yihiin laakiin qalbigooda ayaa xun iyo niyada marka waxa la rabaa in niyada la hagaajiso oo niyada macnaa la fiicneeyo xayalay ma aragta qisa ayaa jirta qisada ibnu kathiir ayaa soo saaraya tafsiirkiisa aayadan ama yujiibu almadarra idaa dacaahu wayakshifu suua wayajcalukum khulafaa alardi a ilaahu maca allah aayadda tafsiirkeeda ayuu kusoo saaraya markaasaa wuxuu leeyahy ibnu kathiir raxmat ullaahi calayh wuxuu leeyahy nin waxaa jiri jiray nin faqiira ayaa jiray marka ninkaa faqiirkii wuxuu lahaa baqlo ayuu lahaa iyo fardo fardahaas iyo baqlahaas ayaa laga kiraysan jiray intaasu macnaha shaqadiisu ahayd iyaduna way ka cabanaysaa oo macnaha dacway ka tahay markaase waxaa la yidhi wuxuu noqday ninkii culimada adduunka ugu waaweyn buu noqday markii dambe marka ma jiro qaacidada la adeegsado oo soomaalidu adeegsadaan oo ah carabka iga weynaaday oo hadda wax ma baran karo ruux walba wuu baran karaa maxaa yeelay ruuxa weyn ayaa uga baahi badan qur-aanka barashadiisa muxuu ugaga baahi badnaaday ilmaha yar ilmaha yar muuna dambaabin laakiin ruuxa weyni dembi buu leeyahay dembigana waxaa kaa daadinhayaa qur-aanka barashadiisa wuxuu leeyahy nebigu sala allahu calayhi wasalam man salaka ariiqa yaltamisu fiihi cilman sahala allahu ariiqan ila aljanna waddadii jannada loo marayay buu ilaahay u sahlayaa subxaana wa tacaala uu fudaydinayaa ruuxa waddo u maraya oo aroor kasta u ka lahaya inuu diinta barto marka insha allahu tacaala hadalkayaana idinku badinin insha allahu tacaala hal xadiis baa kusoo koobaya nebigu wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam ilmaha qur-aanka barta waalidkii waxaa loo xidhaa taaj jannada laga keenay oo cadceedda oo adduunka macnaha cadceedda adduunka ka nuur badan oo macnaha wax weeyaan nuurkiisa dee aan la soo koobi karayn marka insha allahu tacaala waxaa la rabaa waalidku inay ilmahooda ay kula dadaalaan naftoodana ay kula dadaalaan qur-aanka si oo ilaahay dembiga uga daadiya subxaana wa tacaala ajirga aadka weyna ay u helaan macnaha ayaa laynaga rabaa marka insha allah dadku way taagan yihiin inaan hadalka sii dheereeyo waa idinku dheereeyey igana raali noqda waa layga dambeeyaa insha allahu tacaala waa idin salaam yaclu janaxi idaa ra'ayti qalbi yaslu najaxi idaa nashashti darbi fajumta gayra gaaris yaa ajmal almadaaris fajumta gayra gaaris azu أزو وأصغر بأصغر حم ومصبر سيديني أصغر بأصغر نوري أصغر فجمت غير غارس يا أجمل المدارس ف
فدمت غير غارس أزو أزو أزو. تحلو تحلو حياتي فكم أسعت روحي غويت ذاتي فنادى أخو نوحي فجمد غير غارس يا أجمل المجالس فجمد غير غارس أسو 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 وأصغر فأصغر حم ومسفر سيديني أصغر لكلب النور أصغر فجمد غير غارس يا أجمل المجالس فجمد غير غارس أزو أزو أزو. تترين علما ولا من يملكي تعضين عزما ولا غنى عنك فجمت غير غارس يا أجمل المجالس فجمت غير غارس أزو 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 وأصغر بأصرح ومسمر سيديني أصغر لك بالنور أصغر أزو وأصغر بأصرح ومسمر سيديني أصغر لك بالنور أصغر فجمت غير غارس يا أجمل المجالس فجمت غير غارس أزو أزو أزو. وملك عيني رات فبلاد ولادي برت ديني لا يسعى فؤالي فجمت غير غالس يا أجمل المدارس فجمت غير غالس أزو 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 وأسقى بما سرحا ومسبر سيديني أسقى لكلب النور أظهر فجمت غير غالس يا أجمل المدارس فجمت غير غالس أزو أزو أزو. علمتني أن أسمو خلقا وإحساس علمتني أن أحب الخير للناس فجمت غير قارس يا أجمل المدارس فجمت غير قارس أسو 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 وأصغر بما سرحا ومسبر سيديني أثر لكي بالنور أظهر فجمت غير قارس يا أجمل المدارس فجمت غير قارس أسو أسو أسو. عشرون عاما وأنت في المعالي عشرون عاما ولن تقل ليالي فجمت غير غالس يا أجمل المدارس فجمت غير غالس أسو 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 وأصغر بأسرح ومسبر سيديني أسر لكلب النور. الله قال سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد إن تشكروا يرضه لكم. هذه الإله سبحانه وتعالى أذو الشكر دان أم هاد عرسان إلهي الرال بيدن كون غنيا الله سبحانه وتعالى وبحن ير آدي آد ير ير كآية قبلها يويلش سوكترا وحن لاهي همبليو 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 إلهي سبحانه وتعالى آيذن كردغو كوي نفتو ده بدبادية نفبضن وبرشدة أنا بدبادية مركا وحن لاهي إيجا وان عودك إيجا عودك حفيزك أنكو كارسين يا همبليو وأنا دي لفرحينا آدي يا آد فرحاد وناكسن أرضي قرآن وقرآنك كغني بدلتي أمس إقادي آدي يا آد وحن الله يهرى وسعودة لذلك إنه حوار إن شاء الله تعالى والدين الشرف له ما أنت هذا والدين تو هل كان
ويسكو قيمينيان وحين كو قيميسين الموذي كو قيميسين واد والبا الميس أيو كو قيميسين المهي هالمر لو سوى وذدري أيان لقيا وميد مانت إنو دميي ميد إنو لحظة مريو ميد إنو نبلو باو دامي دافين وحيا ما هاسو حويان وأجيدوين كحفل ذها إيا لو سمعين أيو كولا مضى وقيمين ساسي قيمين كتاي مركا محا أيتاي أجيدوين كتن بيساي إن أو يسبدل ويمادو ووالدكي مركا هالكن لجسو ويمادو كالمهي أمسا هيراركي أرديد الله الشيغو isbedel inuu waalidku uu sameeyo mid marka waalidku waa inuu sida isagoo ugu xisaabtamo mid kale wax weeye halkan waxa ka jira tiirar aasaasi ah waa tiirka waalidka tiirka macallimiinta waa laba tiir oo aad iyo aad u muhiim ah waalidintu waa inay leeyihiin xul gudi oo waalidiin la yiraahdo waa inay leeyihiin maamulka iyo macallimiintuna waa inay leeyihiin iyaguna qorshe ay ku hagayaan مؤسساً أما ميشن جرتا وإن إليهين سياسة كليهين أسلا مركا وإن مركا صوت سيدنا يتما دو قرشي الله صوت بندقو أيا في عن ماملكو وقرشي صوت بندقتو وسنة كيسنا دو عصوب أي وقال دوونو هدي أيتا وحكا بدل هدي أيتا هاي قوري يما وكوشير وكراء أو أما هدي أيتا هاي دسماء اللور هذيو أما هدي أيتا هاي إن اللور هذيو مؤسسة سيدا إن قلنا لما أها جزاكم الله خير مؤسسات كان مدارس ومؤسسات دعويه وين نفهموي مؤسسات دينيه اني سو اسلام وافسن ومؤسسات دينيه دعويه دعوه بوتاغين دعوه الاسلام كاي اوتاغين اي ما اها بزنس اما وحيابه او لغا غنصد ما اها معلم كون وا انو ساو فهمه وارد كون وا انو ساو فهمه سدا درتي قضب كاسنا وا ان اد يا اد او لو فهمه المدارس الدينيه ومدارس دعوية المهي ببريان تربية ذا لبشي بهالك أجرت مركا أمبرا رجلنا أيضنا وحاجر التربية والتعليم الأهم التربية وحامهما المهن إلا تربية برشاد قف والبا إنتو إلهي سييب وبرنية سوصمة قف قرآن حفظي قف أن حفظين قف برنية وقرآن لكن أهم من شيء التربية ما هي التربية؟ التربية تعلمنا توحيد رب العالمين إلهي سبحانه وتعالى كل نمدي سأين برسا تربيض وحين برسا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم التربية تعلمنا إقام الصلاة صلاة السيدة اللوت كذين برسا التربية تعلمنا حقوق الجار وحقوق العباد هذه التربية أخوانا في الله السلوك إذن التربية تربية تربيض وحيكو ذا بالارنت هاي التعليم ومضوه الرمان ويبرتان تعليمي سادرت بالي هذا التربية قبل القدوة تربية وإن هشو ميل وإن هشو وحع الرعض وإن هشو إذن كلنا أن نكون قدوة لأبنائنا لما أنت وحع الربائن إن أنه قلنا كود يشفي عن عرورتنا أم قدوة أب قدوة معلم قدوة دادو يشفي عن لما أنت ودوة وإن رهيب لما أنو كتغنا وحيابها عنفقا إيا أدادهك إيا الدقالك إيا وحيابا إني برشدو كتغتو مالك دردارن كيغا هادا مهم كأنا وحاوهي معلن إيا والد بوائن المها اللا سارو تربية تربية دو حقيقة بالله مساواني دي أساسيات كالدين تا لأن قف كانوا قف مسلم ووي قف مسلم ووي وإن لبرو الله سبحانه وتعالى إيا رسول كيزا محمد صلى الله عليه وسلم جدد أقولين أنا جو حي عايز إن ننفرو حفلة ده لكن مدى سوى مدى أنا ده إن مدأبة أن كبر رجيو معلمين تأي والدين تبه إن حلو قال صاروا تربية ده تربية ده تعلنت ويجلي لكن تعلنت ما جلس هو تربية ما جلس مدى هن فان جزاكم الله خير تسبق أنت مركا بروفيسور كا أما نك أو بي إتش دي ده هيستا الدكتور كا إن أي واحد وقوم ويدو تربية دي سي لأن محايا لي وحاوبرنا يقفك تربية له قيبت إله سبحانه وتعالى أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا أدبياتك إيا أخلاق ذا إيا النرشة إيو برنا يقفك مسلمك مركا فلنهتم هنكود ذلنا دمانتين تربية هنكود ذلنا تربية وإنه هشان المحايا
قدوة صالحة ميل أي إيجان كرتو إفتين كسوما إيجانو واسيدا أو كلمة تربية مركا جزاكم الله خير أدي أدباد ما سنتهين معلمين تا مامولكا شرفت لي ولكن شيخ شافي وأدي أحد حفيز كأقدو وحن لنا دمانتين جزاكم الله خير وادنا شرف زين الله يدين شرفيهم مرك هراء إله يا مهندس كل سوق هاي كأني حفلة دناتك وقروح ضبطن قالين شبين ده مدرسة ده الفرقان يسوق شرط له بذا قيود بق ما قاعد واسو أنا بسلا نحن الحنكة قالين شبين يا مدرسة ده الفرقان واللي بقيت القرآن كم وحنك السلام يا دمان كسوق قيود كلا ياشا يا عرضة وحن الله يهمبلي يهمبلي وما أنت ومالين تني وحن يدي سو جيدين دونا نشيله بسافس ويا وحنك بدلها مسان سدنتين هو واجندي يا دونك مجرو قفكو دغماي قلبي جاي اديغا كويني هو الا انت مغدي واي امري ديري عافي ما دبي ابويني كوبريايا ددوينو ودوانايا متى قنان هو وايو متى قنان هو وايو هو واجندا هو واجندا هو واجندي ادونك انت ادي وسد علوشا انت ادي انت اذهبني ورد بشو انت ادي حنون كفوشو انت مياني لاوة انت مياني لاوة انت دعانو اسيسو انت دفتا ذي بقا دو انت ادي برباريسي هويو حقا حكومة قمايو هويو اجندا هويو اجندا هوي واجنا ذي أدونك إيقرالي نقهويو إنت أنكو قفي هويو نولا شي لانتا هويو إيما دندن تهويو وتهي مدلي قبيري أب عالم حقيسة إيحنبارتي جنا ذي أبالكاقة يا قدايا هوي واجنا ذا هوي واجنا ذا هوي واجنا ذي أدونك إنت أنت شيدك وقاذو حيتا حجك وقيو حبيقانك وقبهويو حقاقكم قد مايو حبيبتي حياتي هويو عاسي والبوغو على بكالك مبلبال هوي واجنا ذا هوي واجنا ذا هوي واجنا ذي أدونك هوي واجنا ذي أدونك ما شاء الله للمي فرحنا جزاء للما لام فتح ألف مد جزاء للما لام ساك إسرائيل جزاء للملائكة فضحك جزاء للملائكة تضمته جزاء للملائكة ضاء فتح ألف مد لام شد ضال لام فتح تين لن ضال تيل فتح ألف مد با شد دب با فتح با دب دا تا كسرة تين تين هليله الفرقان قراوي نقان إذا بيارك تدير ألاكم نيس تخان أقام بطالة حبان
راقية دقن حبان محافر يا هلقان إنتالي أراك تدان ألاكم من يستقون أقوم باتالا أقونا مذيهين أقول له أدب سنية أخلاقي دقن حبان أخلاقي دقن حبان محار يا لقون إذا بي أراك تدير أبواني يا سيني سيهن ألاكم من يستمع علم محار يا الفرقان انتو علي باري أقان كبيرا بي ألف أفلح أكاري أفلح أكاري افتوي يا قران اساوي يا قران ادوني يا اخير ابيتكين كل من هيا هاي ابيتكين كل من هيا هاي سرتو الفرقاوي يا الفرقاوي الليله هوا قران قاني يا قرا شدير قاني بريا الفرقان قراوي يا نقان إذا بي أراك تدير ألاكم من يستقون أقوم باتالا أقونا مذيهين أقون له أذب سنية أخلاقي دقن هبون قيادة قنحبون محابر يا لقون إذا بي أراك تدير أبواني يا سيني سيحن ألاكم من يستمع علي محابر يا الفرقان انتو ألف باري أقون قبل أبي ألف أفلح أوكارير أفلح أوكارير افتوي يا قران أساوي يا قران أدوني آخر بأبتكين كل من هيا هاي سرتو الفرقاوية سرتو الفرقاوية سرتو الفرقاوية هليلة وقران أغاني رشدين بريان سري علمي يا قران علمي قام بله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تشمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الفرحة ميتا أبدا همزة فرحة با فرحة با
أبا دل كشاتينيتين أبدين همزة حا با فرحة با أبا دل دمى تنيتون أبدون أبدا أبدين أبدون غرحة غا سيفاحة فا قصا ميفاحة تاني من غصا من غفاحة غا سيفاحة فا قصا ميكسا تاني من غصا من غفاحة غا سيفاحة فا قصا ميجيش تانيهم قسامهم قساما قسامين قسامون صاحا غفلا وسكوفو قفو وفرحة تانيهم قفوا عن غيبها قا فدم وسكوفو قفو وكساتني من قفو خيب حقا فدم وسكوفو قفو ودم تاني من قفو قفوان قفوين قفوون سيفاحة صا ميكي شايا ساقومي سامي عيفاحة تاني عن سامي عن سيفاحة صا ميكي شايا ساقومي سامي عيكي شاتيني عن سامعين سيفاحة صا ميكي شايا ساقومي سامي عندما تنعم سامعون سامعان سامعين سامعون وراحة سيدما وساقوصو رسولا فاحة تانيلا رسولا وفاحة سيدما وساقوصو رسولا كشتينيل رسول وفاحة سيدما وساقوصو رسولا دم تنيل رسول رسولا رسول رسول طال عالبا
aad bay mahadsan tahay الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما توحى فرحادي وشرفي إن أنك قيب غاتو وأنك سو قيب غلو حفلة غلج منتا تفعت أفراد مدرسة الفرقان الحمد لله رب العالمين هالك محاولة ما علينا يا معالي القرآن ك كسر دلالي معالي شافي يا معالي مصطفى لما معالي متورن بان ما علينا هذا النهاية أنا كل هذا يا أفك والدينته وحان كلو هالك ما أردت كسلام يا
oo aan magaranaysaa walaal idma iyaga magaranaysaa aan aad ugu mahadcelinayaa waalidka waalidkaas oo waalidkooda magaranaysaa iyaga magaranaysaa waqti galiyay oo ma aragtay waqti badan galiyay waxaan insha Allah ta'ala aan ka qaadan doonaa laba kalimadood rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam xadiiska caanka ahaa Cismaan bin Affaan nabigu ka wariyay sallallahu alayhi wasallam قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وحي النبي عليه الصلاة والسلام وهاو خير بمن دتك قفك قرآن كبرتا دتك سيبرا إن شاء الله تعالى مقرنا السؤال بفرحات يقولت هاي أنا قارهان فرحات بمعنوي بإيفو إيه موجود ريسا دتك حفلة بلا بيقبصلان دتك ميلا بلا بيسكوي مادان ميلا يسكوي مادان ميشا وقفت لبضان اقو خير بضان وكلامك إلهي ويان وحوزك إلهي dhamaan dadka halka fadhiya ee ma aragtay ardayda iyo waalidiintu maanta khair weyn baan la tageynaa khair weyn baan la tageynaa waan guuleysanay waalidka way guuleysteen ardaydu way guuleysteen insha Allah ta'ala kalimaadkay waxaan ku soo koobi lahaa runtii taasi sharaf weyn bay idii tahay arday ahaan aakhiri adduunba quraankii baad xafideen quraankii baad barateen waxa weeye maalinta qiyaamaha dadka ma aragtay quraanka ma aragtay sida xifdiyay waxa la soo saaraya malaa'igta ma aragtay baariinta ah baariinta la soo saaraya insha Allah ta'ala aad baan u faraxsanahay maanta waayo ilmahanagii ma aragtay aan ku soo dadaalaynay oo quraanka akhriinaya oo quraanka nashiidada akhriinaya oo ma aragtay waalidkii amaanayaan aragnay madrasada waa madrasa aad u fiican insha Allah ta'ala ka waalid ahaana waan isku iman doonaa waan tashan doonaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة وحنا السلام يا دمان محي هذا والدك يو قارهان. وبحير ما أنت حاجة ناس هو ضي منا محي هذا مناسبة نقرحها بدنا الله وقفته. وحنا ليه هاي ما ما همبليو 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 همبليو. إن تاين كبرنا. إن تاين كبرنا دلال في نسي وتسان. هيا نيرة هاي نيجا بري هنا ماما كنشر همبليو. ilaahayna waxaan ugu mahadnaqaynaa aniga dhammaan ba waalidka meesha fadhiya ilaahayna uu maxay hayday dhiirigeliyay inaan ciyaalka maxay haydayaan la garab galno ilaahayna uu nagu dhiirigeliyay maanta inay heerkaas soo gaadhaan waxaan maxay hayday dadaalkayga intaan kama joojinayne kor baan ka sii wadanaa insha Allah waxaan kale waxaan salaamayaa macallinka maxay hayday maanta munaasabada iyo isku dee maxay hayday maatinka inoo maxay haydayaan inala kulmiyay xagga alla inkastay iga suurta galnay ka suurta gashay gaar ahaan haddana macalinkan maxay ahday ayaa la maxay ahayday munaasabada waxaan leeyahay macalin jisaayaka allah khayr ilaahay adigana jisaayakaag siiyo ciyaalka aad waxbartay eed maanta heerka aad soo gaarsiisay sharaftaa maanta adaa iska leh kun jeer hambalyo macalin kun jeer hambalyo 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 hal mar ha loo sacabeeyo ciyaalka dhammaantood hal mar إن شاء الله إلهي وحنا كله وحنا كبرينا أنت إنه هذي عيالك أنت ما أنت محي هذا هجاتك أقل إن جميسي ما لين كان ما لين تيدا عافي ما ضغط يوم حي هذا عمر دار إلهي أسوك يوم وذا كانوا أنت عندما يسنا كو إلهي كو أنفع إم حي هذا حفتسية إلهي إنه غير لدى ما أنت ما شاء الله سلام عليكم وحيكون هذا يسألك والدك ولي وقرهان هو يوينك برنامجك waa ka soo dhamaaday dhanka ardayda iyo dhanka waalidka dhinac labadaba waxaan insha Allah ta'ala marka laba qodob oo kale ay noo dhiman kalmadda macallinka iyo maamulaha markaska oo insha Allah ta'ala warbixin inna siin doona si fiican aan u dhageysan doono iyo sidoo kale qodobka kale ugu dambeeya oo ah ardaydii soo dadaashay iyo kuwa qalin jabiyaba inay abaalmarintoodii iyo shahaadooyinkoodii helaan marka labada qodob dulqaad badan baan muujin doonaa waa soo dhamaatay wixii kala dhamaystay waxa weey dhanba waxaan soo dhaweynayaa maamulaha iyo macallinka markaska iyo madrasada Shafi Maxamed Ahmed falyatafadal mashkura bismillaahir rahmaanir rahiim thumma salaatu wassalaamu ala almab'uuthi rahmatan lilcaalamiin wa ala aalihi wa saxbihi wa man tabi'ahum bi ihsaanin ila yawmiddiin wa ba'd alhamdulillah thumma alhamdulillah ilaahay baa marka koobaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad ba allah subxaanahu wa ta'aala ayaa mahad iska leh inoo suurtageliyay
حلفدن آدي آد كأقيم بدن وحلا ما موسو أو لشرفو أو لسكوي مادو وحلفد لوردغو وحويا سر الله قاضو وحي أقيم بدناء وأه كلام رب العالمين عز وجل إلهي سبحانه وتعالى كلام كيسة وحكا شرف بدن وكسر رأي وكقيمة بدن مجرو ليس في الكون كون كدوشيسة ما أهانين كاسان اسكوكوني ميد أساقان الله سبحانه وتعالى ينو سورة قليي برنامجية بدن وكلا دوان وحوي قاوة بدن لوردقة هايو أي دوني دا كدعا هيا وكي أو قيمة بدناوي الحمد لله مركاك لباد وحانو ما هذا عرين أيها أرضي ذا قلن شبين إيسا ولباد قيبادك كوبان قيبتا حفظك قرآنك يسيدو قلاتي أرضي ذا وحاوي قسم القراءات والكتابة أيغانا دميسي وحان ليهاي همبليو همبليو بان ليهاي وحان سيدو قلاتي أم هذا عرين أيها والدين تا شرفت بدن قيمها بدن ee aan kala dhicin ee hadii ay is jirin ay suurta gashayeen ilaahay sokadi subhanahu wa ta'ala in waxa weeye heerka la gaaro ama meel sare oo sharaf leh waxa weeye la gaaro aan intaas markaan ka soo baxo waxa weeye kitaabka allah subhanahu wa ta'ala madrasadeen al furqan waxa weeye aan waa madrasad iska wada garanaysan dhamaantiin وحوي مدرسة الفرقان ومدرسة لغبرتو كلامك الله سبحانه وتعالى إيو سيدو كلاته تربية إسلامك كوين إيا كيربا وحوي والدينتا إيا أرضيدا إيا عدك استبا وحوي وحال إيا عدك استبا وقويهن إسكوشي أكتبا وحال غبرتا مدرسة الفرقان وحون عد عد كستا أين كم مرمينين وكلامك الله سبحانه وتعالى ومر والبقف والبقوبة هنية هاي إنو برطاء أو حفظية أو وحوية الدنيا آخر بسي أقول لي بانو مدرسة الفرقان دفع ذا بدن أو دور أي وحوية سومري أو كالدوان ذاتك قار الله سبحانه وتعالى وكو أنفعي qaarna waxa weeye sidii loo baahnaa dhamaan uu ku ila waa lagu wada intifaacay oo quraanka mar walba waxa weeye manfaciisa qof walba in buu ka qaadanaya laakiin dadka qaar waxa jira laga yaabo inuu qofki sidii loo baahnaa heerki loo baahnaa uu gaarin kuwaasna waa insha Allah taala heerki loo baahnaa inay iska gaaraan ma rajaynayna waxa weeye madrasada furqaan waxay u taagan tahay in ay barbaariso oo ay koriso oo ay sare u qaado dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan waxa weeye rag iyo dumarba caruur iyo waxa weeye nooc walba oo bulshadu ay ka kooban tahay in ay kor u qaado ayay u taagan tahay madrasada al furqan hadda ka horna way u taagnayd haddana way sii taagnaan doontaa insha Allah taala waxaan u mahad celinayaa waalidiinta si khaas ah mar walba u taagan in ay caruurtooda iyo madrasada waxa weeyaan ay si toos ah uga warhayaan oo mar walba il gaar ah ay kula socdaan si ay waxa weeye ilmahoodu si fiican wax ugu barto oo hadda socota muddo dhowr bilood ah waxa kale to hadda ay qaadanaysa insha Allah taala arday khaas ah oo waxa weeye tahfiidul quraanka ah quraanka la xifsiinayo muddo yar oo kooban hal sano ah ku kooban la xifsiinayo waxa kale to ayadan insha Allah taala suurta gelin doonta dadka waaweyn waxbarashadooda hadii ay noqoto qaybta quraanka hadii ay noqoto qaybta maadiga labada dhinacba dadka waaweyn in laga dhiso ayay insha Allah taala sanadkan ay qaadanaysa oo ay soo kordhinaysa insha Allah taala ilaahayna subhanahu wa taala waxaan ka baryayaa inuu noo suurta geliyo oo dhamaanteen ila inaga oo ahlul quraan ah oo quraanka ilaahay subhanahu wa taala kuwa bartay iyo kuwa baranaya iyo kuwa u adeegaya ah inaan Allah subhanahu wa ta'ala aan la kulanno ayaan rajaynayaa insha Allahu ta'ala waxaan ma sii badinayo waqti ma haysano waxa weeye dadka in badan way taagan yihiin dhammaan dadkana waxaan ka raali gelinayaa
meesha oo nagu yaraatay waxa weeye taagnida dadka fadhiya iyo dadka taagan labaduba waxa weeye mar walba waxaan u sheegayaa in ay waxa u taagan yihiin ama ay u fadhiyaan ay tahay in ay kalaamka Allah subhanahu wa ta'ala ay waxa weeye ay sharfiyaan ajir iyo khayraad iyo wanaag ayaa kaaga socda waxbaha dhibsanin intaasna farxad bay noo tahay caruurteena aan ku maamuusayna xalfadaas waxa weeye marka in la iska dulqaato insha Allahu ta'ala gabagabaan hadda joognaa aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin hambalyo hambalyo hambalyo